السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من دروس تعليم التفصيل. هنبدأ نشوف احنا هنشتغل ازاي ونعمل الفستنات، نركبها ازاي على الملاية، نظري مش عملي، بالورق كده زي ما احنا متفقين. دي دروس نظرية. قبل ما نبدأ نشتغل بس كده اتفضلوا معايا قهوة الصباح، اشربوها معايا بقى كده وانا بشربها كده. يلا كل اللي بتحب القهوة تشرب معايا كده ان شاء الله. نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا اهو برضو يعني الشنطة دي احنا بنعتبرها هي دي السرير، برضو العرض كده اللي احنا بنعمله برضو من الفستونة للفستونة. طيب في طرق كتير بقى انا ركب بقى الفستونة. طريقة من اللي قلنا عليها ان انا الملاية تبقى كده وانا اعمل لها فستونة هنا كده واركب لها شريط شيفون او من نفس القماش او منقوش في سادة ايا إن كان. انا بقص الملاية فستونة كده واركبها خلاص. طيب لو انا مش عايزة اعمل كده في طريقة تانية، انا ممكن اهي معايا السرير اهو، معايا السرير اهو ونازل كده على بعد كده 50 سنتي اهو. باجي انا على اول 50 سنتي دي اعلم علامة زي ما اتفقنا قبل كده، اخد خط كده على بعد 50 سنتي واجيب فستونة. انا معايا الفستونات اهي اللي انا قصيتها، انا بقص الفستونة اللي تعجبني 8 6 3 4 على حسب الفستونة اللي هتعجبني. وبعدين انا بحط كده واقيس 50 سنتي واجي بزود بقى على اللي انا قصاه على السرير اللي انا عملته 4.5 متر، بزود ربع متر بس خلاص. والربع متر باخده اقصه فستونات بالطريقة دي واركبه هنا اهو، بنركبه هنا كده تمام على اول حرف السرير خلاص. مش عارفة هو باين ولا ايه عشان الورقة بيضة ودي بيضة، اهي بنركبه كده. وبعدين ممكن هنا كده نركب كورنيش على دي، وممكن نركب الوردات الفل اللي احنا متفقين عليها هنا. انا هوريكم بالقلم كده، ممكن هنا اهو يعني هتبقى الملاية باينة كده. بصوا كده انا هعلم لكم بالقلم كده، هتبقى الفستونة اهي كده اهي. كده انا بعلم اي كلام كده عشان اوريكم بس المنظر اهو كده. بصوا هتبقى الفستونة على السرير كده بالطريقة دي اهو، باينه كده اهي، هتبقى كده. باجي انا بقى على حرف الفستونه دي، اهي الفستونه دي متحركه كده، الفستونه دي انا ركبتها على السرير متحركه كده. باجي على حرفها كده اركب هنا كده وردات الفل، هنا على حرف الفستونه كده اركب وردات الفل، او اركب دانتيل، او اركب كورنيشه، او اركب اي حاجه ايا كان بقى على حسب ما انا عايزه اهو كده 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 اهو. بنركب على حرف الفستونة اي حاجة كده بالطريقة دي. طيب دي طريقة. في طريقة تانية ان انا اخد بدل ما اخد ربع متر، لا انا هاخد متر الا ربع، اقسم المتر الا ربع نصين، هيبقى حوالي 30 سنتي او 35 سنتي. اجي برضو على بعد نفس ال50 سنتي اللي انا عملتهم واركب اكشكش الاول، اعمل المتر الا ربع ده جزئين، كل جزء هيبقى حوالي 37.5 سنتي. باخد انا 70 75 يعني على حسب، انا بحدد عرض الكورنيش اللي انا عايزاه، وبعدين بقسمه نصين، وبعدين بشبكه ببعضه، وبعدين بعمل له كسرات، بكشكشه كده كسرات واخليه بقى 240، اخليه يبقى 240 عشان لما اجي اركبه بكسرات يبقى هو متركب هنا على حرف الملايه هنا كده كسرات. وبرده بركب هنا اللي انا عايزاه، اي شريط انا عايزاه خلاص. دي طرق احنا بقى بنفنن احنا كده وبنشغل دماغنا ونعمل الطريقة اللي تعجبنا. يعني انا باجي هنا، انا عندي السرير اهو وانا عندي الشكل هنا اهو، عندي السرير اهو ودي الملاية نازلة من هنا كده اهو، ده ارتفاع السرير 50 سنتي. انا باجي في الجزء 50 سنتي ده واعمل فيه اللي انا عايزاه، اركب له كورنيشة، اعمل له فستونة، اعمل فستونة من تحت، اعمل كده يعني ايا كان بقى الشكل اللي احنا عايزينه ممكن نركبه
من فوق الملاية كده، تمام. ممكن اعمل حاجة تاني، ممكن اخد الملاية المترين، القرصة بتاعت الملاية اللي هي 1.60 متر ومعاها ال40 سم بتوع المخدة، يبقى دول مترين خلاص. ممكن اروح عاملة ال50 سم اللي من تحت دي، اللي بيتفرج على الفيديوهات بتاعتي هيبقى عارف انا بقول ايه. الناس الجديدة هي اللي هتبقى كلام جديد بالنسبة لهم. باخد انا الجزء ده كده ال1.60 متر وبنزل بال40 سم، يبقى 2 متر. وبعدين باجي من هنا ال50 سم دول ما بخليهمش من القماش المنقوش، بحطهم من قماش سادة. بقى عندي الجزء ده كده سادة، ممكن اما اعمله متركب قد القماش بالظبط 0.5 متر بس، او اعمله كورنيش، اجيب قد القماش مرتين واعمله كورنيش واركبه بقى كده كورنيش. وممكن اروح حاطه فوقه بقى الـ ده منقوش خلاص. يبقى انا عندي هنا منقوش، الكورنيشة اللي انا عاملاها دي بالفستونة منقوشة، واللي باين تحت ده سادة. يعني انا اقدر اعمل اشكل بقى اشكال جديدة واشكال كتير بالفستونة. ممكن اعمل ملاية فستونة عريضة، فستونة رفيعة، المهم ان انا اشكل. لو انا بعمل حاجات عشان ابيعها هشكل فيها، عشان يبقى ما يبقاش الزبون عينه تيجي على حاجة واحدة او يضطر ياخد حاجة واحدة عشان الاشكال متقاربة. لا، يبقى احنا بنعمل اشكال عشان يبقى الزبون قدامه اشكال كتير يختار منها. ولو ليا بعمل حاجة ليا انا، ما تبقاش الاشكال تزهقني عشان هي شبه بعضيها. يا رب نكون استفدنا من الدرس ده. هو بسيط جدا برضو زي ما اتفقنا كده. بعمل حاجات بسيطة قوي عشان ما تزهقوش، عشان اللي بتدور على حاجة تلاقيها محطوطة في فيديو 5 دقايق كده، 7 دقايق تقدر تعمل بيه. استنوني ان شاء الله فيديو جديد نعمل فيه حاجة جديدة في دروس التعليم التفصيلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.